طلك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه. لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ ده وقتنا عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضحك ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك صح؟ لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج على اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم، لان حاجه منجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا؟ يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده، حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاعه؟ وجاعه وجاعه. وحيات ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بذوقي؟ عيب. وخدها يا احلى 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي ان انا نوطك في ليلتك يا احلى. ايه انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني يا اخويا يا لمبي؟ مش بيصدق نفسي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوه دي. مش بيصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت الغباوه بتاعتك. مش بيصدق نفسي. الاهلي هدي المصطبه. الاهلي هدي المصطبه. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ايه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في الثلاث موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد الثلاثه. ياد فين ياد الثلاثه؟ مين واحده في الثلاثه عمي؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك الصولة دي؟ بحبها يا لمبي، بحبها قوي. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعت، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواعي قنبيالات. كميالات؟ وانا اشتريت الثلاجه يا لمبي. يا تفهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقى لها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا اهتم اختنا سمير ارضف، و ربنا سامحنا على الجريمة اللي احنا نعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستأذن ساعتهم من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك، شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ على ايه يا عم الله؟ ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثة قديمة. هتقدم عن سحبهم من تحت دي جي ولا ايه؟ معلش يا لمبي، استحملوا استحملوا عشان خاطر عشان خاطر يا لمبي. طب انا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي. خلاص انت عبطني ولا ايه؟ يا ده اوعى انت بتغلط قوي يا لمبي. تخش واخد بالك يا عم المرحوم، احنا
يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في قلب ببعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ لا يلا يا عم يلا يا عم، ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده، ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لها تنفلتك الصعب معلش يا لمبي. لمبي بالظبط ايه؟ عشان خاطري الجواز اللي مش هتم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخلفه في مفرده الجزمة. ولا حاجة. انت جايبنا في قلب الوقت، انت جايبنا في قلب الوقت. اللمبي اهو اه طلع عندنا الحكومه يا عم. لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه؟ لمبي والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتوه انما سجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابو كلام. هاتوه والله يا سعاده الضابط مش سمعتش حاجه. والجواز يا لمبي؟ يا عم انا جوازي ما كانش لازم تنتهي النهايه الصوره دي. الله يخرب بيتك. انت ليش يا لمبي؟ واحده انت بتكسب يا كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب وإيش؟ وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت دار، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح زرفني نص كده، نزلت على ودن سنجيت بقى. نوضح لو سمحت. نوضح. وسنجيت يعني ترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا. والدنيا دي سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده؟ وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات. ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الانسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كوخه، عايزين نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد. واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة سيد الحبايب يا حنانة ننتع. مسجون بتطفك كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعتها. مش لابس الطاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية؟ لسان الطاقية اهو اهو. البس الطاقية. البس الطاقية اتحرك. كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك.
يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام، احترس احترس مني هتلاقيني منطلك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هون على مكتبي. يا عم انت هتاكلنا ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط في الطابور زي الكره الجلد يا عطري. الحقوني يا باب، الحقوني. امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه. بسرعه على زنزانتك يا كلب، بسرعه. الله يعمل زنزانه، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني التوهو، طبعاً ما حدش قدكم. آخر ليلة تبقى في السجن. يتوزع على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. ما انا واحد ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور، اجمد. دراعي يا فندم، دراعي، دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا، الدواء المره دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ومطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، برا يا كلب. علاج. نعم اجازه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر منزلتش. شهر ايه؟ بقالي شهر منزلتش. يعني ايه بقالي شهر منزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا منزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسي فندم. يعني ايه اجازه؟ ناسي فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ حاجه غريبه قوي. تمام يا فندم. نعم ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين، وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74، ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص.
هو فندم بعد اذن ساعتك. انا حاضر فندم. عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي، مش عايز دي في دي؟ نعم دي في دي. دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه، مش محتاج دي في دي. ده الموبايل يبقى كده تمام بسيطه جدا. موبايل ايه المشكله يعني؟ نجيب له موبايل يعني. على الاقل يتصل بالاولاد كويس، ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه، وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع، زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. اظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك، مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت ليسانس صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول، اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني. مفيش يا فندم، مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمشت الموضوع عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا، انما ارجوك ما تدخلش مواضيع تاني. خلاص يا باشا، ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا، يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب هو يا باشا وادي الان كمان يا هاني. في كيلو دور انت غريب غريب يعني انت. يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا، فهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا، امر سيادتك. ماشي. طب غريب يعني. خلي الحيوان ده يخف شوية من على البنزين. فندم دي أموال حكومة. ولا فضل روح، أنا مش مسافر. فضل هتوصلني، هركب طيارة أنا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني إيه شكيناس بنتي أنا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي، حامل التاريخ، حامل اللواء، تنحرف بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود أكبر في خلفتها، يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتك جت عند مامي النهارده؟ ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه؟ يا نهار اسود. تاني من اختك؟ يعني النهارده الاربع يا هاني، وده معناه درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبجح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عند امك. من فضلك اسمها مامي. ايوه، نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي ولا امك. نسيبها عشان بنتك بتتعلم مزيكا. عزتك بتتعلم الحرام. انت بتقول ايه؟ بس خلاص قرار. اسمعي يا هلا، اسمعي، ما تكلمشيش معايا خالص خالص. لازم تفهم ان كل كبيره وصغيره في البيت ده انا معرفها، وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني. احترمي نفسك. اللي اتعلم تريد برغيت ونومو. اسمعوا صوت الجدعنة وشهامة الأقوياء
لو مش عايز يطلع يحاول مرة تانية جدا شدوا تاني حتى لو عطك وشدوا يقبل مرضيش برضو اطلع معاك طلت على دماغه وغرقه وحطه يا نهار طبع خلط بكرة براءة علم وحصها على رواقة طبع خلط بكرة براءة علم وحصها على رواقة من بكرة عمشي في أي طريق وبرحتي وبكل جراءة يلا انده بقى انت مين اللمب لمبك لمب كنت بتكلم سخان اللمب انده انت ايه اللي جابك هنا انت دخلت امتى انا من امبارح وانا هنا دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده يعني اتخنقت شويه انده بقى نهارك طين نهارك اسود انت عبد الباشا والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه حقيقتي اصل عن الخدعات صار تعبوا اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده انت فاهم انك جاي التكية بتاعت المرحوم انت جاي هنا تتسجن عارف ليه انت عالة على المجتمع انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة فاهم يا له انا انا انت عارف السجن كويس لسه ما فقدتش المكان انت ليه يا له لسه ما فقدتش المكان انت مخبي موس في بقك يا له اخبي موس في بق ليه شعر دقنه بيطلع لجوه يا لسه اضحك يا له ده عبيط ده ولا ايه اخرس انت عارف يا له التواليتات بتاعت السجن انت لو التدي الكبانيه الكبانيه في حد ما عرفش الكبانيه عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه فندم كبانيه بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم وبعد كده بعد كده احنيهم وارضعهم وانامهم في سربريرهم يا على الحنان ده كله على قلب الام ده يا قلب الام ده يا على سيب انت خليك معايا انا هلا يا على الحنان ده هلا انا هعمل ايه بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده تجيني هنا اجيب خنا ايوه اكون فكرت لك في عقاب فكر ربنا يرضى أبا حطها في جيبك وسقمن بوكمن سقمن بوكمن أبعض ده ولا إيه عموما يعني أنا مش عارف يعني يا رب من الكل من اللي يقول أنا السلام عليكم بقى لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل مع السلام عليكم انا
غسيلي الغسيل كسر ايديا وشفيف حلو في عينيا والصابون جوه في عينيا علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اشرب الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت خد ايه رأيك؟ يا ليش هظبطك ظبط ايه رأيك في النفس الدور؟ يا ليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي يا سلام يا أصل الحكاية أنت عارف لو الغرومة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا إيه؟ يوه يا عم ما تقلقش أنا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه انا بطمن بس طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري عندك حق يلا بينا زينا عادينا شوف يا ادهم بيه الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعك وهو بصراحه كده خلقه ضيق وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي بعده انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه مفيش حكايات ولا حاجه الله يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه ياخد فرقه يطلع مأمورية ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه يعني الحكايه باظت مفيش حاجه باظت انت مستعجل ليه كل شيء وله وقته